دافع جاك غريليتش نجم مانشستر سيتي عن زميله الجزائري رياض محرز بعد الانتقادات التي وجهت له من جماهير فريقه مؤخرا. محرز كانت أمامه فرصة حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة كبيرة للسيتي هذا الموسم، وذلك خلال مواجهة ويستهام في الجولة رقم 37 من المسابقة. وأهدر محرز ركلة جزاء لتنتهي مواجهة الفريقين بالتعادل 2-2، ويتعرض النجم الجزائري لانتقادات قوية من بعض جماهير مانشستر سيتي، حيث رد جاك غريليتش على هذه الانتقادات قائلا لموقع مانشستر سيتي الرسمي: على الجميع أن يتذكر عدد المرات التي أنقذنا فيها محرز سواء بركلة الترجيح أو الأهداف. وأضاف قائلا: لن نلوم أحدا أبدا، الجميع من حوله يتحمل هذه النتيجة. الرياض هو ذلك النوع من الشخصيات التي ترفع رأسها بعد أي إخفاق وتحاول النجاح بصورة سريعة. وشارك رياض محرز في 46 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات، سجل خلالها 24 هدفا وأهدى 9 تمريرات حاسمة، ويحتل محرز صدارة ترتيب هدافي مانشستر سيتي في الموسم الحالي، علما بأنه في النصف الأول من الموسم كان لا يشارك بصورة أساسية. وفي الأخير، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد.